مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في العراقي. مع بدء الحملات الانتخابية سنخصص حلقات من البرنامج ابتداء من هذه الحلقة وحتى موعد الانتخابات في 12 من أيار المقبل لمناقشة برامج القوائم الانتخابية ومرشحيها. ونضيف اليوم عددا من المرشحين للانتخابات النيابية: السيد محمد الخالدي مرشح حزب بيارق الخير، والدكتورة هدى البهادلي مرشح تيار الحكمة، والسيد أمجد العقابي مرشح ائتلاف سائرون. أهلا وسهلا بكم. وأعتقد فقط الأستاذ أمجد ما كان مشرفنا في هذا الاستوديو، مو صح ولا؟ هاي أول مرة بالعراقي. أهلا وسهلا بك. الجماعة لا، زباين أنتم يعني معروفة الحقيقة، بس تعرفون بأنفسكم الاسم اللي موجود بالقائمة والكتلة اللي ينتمي لها والرقم في القائمة وعن أي محافظة. كلكم طبعا واحد وراء الثاني. محمد الخالدي عن بيارق الخير. نعم. قائمة 145 تسلسل واحد. التحالف شنو؟ لا يوجد تحالف. طبعا راعي المشروع هو دكتور خالد العبيدي وزير الدفاع السابق. أنا نازل على بغداد وتسلسلي رقم واحد. تسلسل رقم يعني مو بائتلاف النصر؟ لا، ائتلاف النصر في فقط في محافظة نينوى متحالفين معها وبرئاسة قائمة أيضا دكتور خالد العبيدي. دكتورة هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولضيفيك الكريم والجميع مشاهدي قناة الحرة الفضائية. دكتورة هدى محمد مثنى البهادلي نازلة بائتلاف تيار أو بقائمة تيار الحكمة الوطني في بغداد تسلسل ثمانية. تسلسل عن محافظة بغداد. عن محافظة بغداد. نعم. أستاذ أمجد. نعم، تحية لشخصك الكريم ولضيفك الكريمين ومشاهدين إذاعة الحرة. المهندس أمجد هاشم ثامر العقابي عن ائتلاف سائرون بغداد تسلسل 69. نسيت ما طول ذكر التخصص. علوم سياسيه. دكتوراه بالعلوم السياسيه. استاذ محمد خريج تربيه رياضيه. خريج تربيه رياضيه، ممتاز. خلينا نبدا اولوياتكم استاذ محمد. هذا واحد يسالك، اريد اول شيء عندكم اهم شيء في برنامجكم الانتخابي ما هو بالضبط؟ اولوياتنا هو يعني موضوع المحاصصه. نعم. انه ننهي المحاصصه اللي هو وصل البلد الى ما هو الان عليه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية معارضة تقابلها. طبعا أيضا أولويتنا في تقليل الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب، تشريع القوانين الدستورية المعطلة اللي هي سبب مشاكل البلد، أدنى إعادة فتح ملفات الفساد وخاصة في مجال القطاع النفطي وخاصة في موضوع التراخيص النفطية اللي أثقلت كاهل البلد. نعم. فتح الطرق السريعة وخاصة المنطقة الخضراء أمام المواطنين، ضوابط طبعا وضع ضوابط لأجور الأطباء، أيضا حل أزمة السكن من خلال البناء العمودي وبناء واطئة الكلفة، أيضا حل مشكلة الكهرباء سواء كان بالاستثمار أو بطرق بشركات عالمية، إعادة تشغيل المعامل المعطلة وتشجيع الاستثمار وخاصة المعامل الضخمة مثل المعامل البتروكيماويات، أيضا المجال الزراعي، تشجيع المجال الزراعي، الاقتصاد والاستثمار طبعا، وأيضا يعني الاعتماد عليه بالإضافة إلى واردات النفط في الموازنة الاتحادية، القضاء على البطالة من خلال قانون الاستثمار وأيضا تشجيع الاستثمار بالاعتماد على دول أجنبية في هذا المجال، إعادة النظر بالمنظومة الأمنية اللي هي الآن يعني بها ترهل كبير، استفادة من الجهد الاستخباري وتشجيع هذا ودعم هذا الجهد، طبعا التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة اللي ظهر في الآونة الأخيرة في كل محافظات العراق، أيضا حل مشكلة المهجرين اللي من 2003 ولحد الآن، ليس فقط في الحرب ضد داعش، لا في 2003 ولحد الآن هناك مهجرين سواء داخلي أو خارجية، مشكلة العقود وخاصة الكهرباء والتربية والصحوات لحد الآن هم لديهم مشاكل ورغم مرور سنوات عديدة عليهم، طبعا مشكلة التقاعد أيضا تقليل الفارق من 63 إلى 60 حتى نقدر ثلاث أجيال يعني نوظف في بدال هؤلاء الناس. هذا أهم النقاط اللي حقيقة نحن تقولكم مين بأي محافظة؟ نحن الحقيقة يعني الآن كحزب جديد إمكاناتنا استطعنا أن ننزل في محافظة نينوى مع قائمة النصر مع الدكتور حيدر العبادي، وطبعا برئاسة الدكتور خالد العبيدي صارت القائمة، أيضا في محافظة بابل
نزلنا مرشحين وفي ديالة. أما كبيارق خير اللي هو هي قائمة موازية تقريبا في بغداد، الأنبار، البصرة، صلاح الدين، كركوك، وطبعا عدد المرشحين يعني عدد جيد لا بأس به. وطبعا أنا الوحيد اللي من القدماء، كل الموجودين الآن هم من العناصر الجديدة. كم عندكم مثلا؟ فقط أنا، فقط أنا، فقط أنا من القدماء، البقية كلهم جدد. اتحالفنا ضمن يعني تحالف بشائر، ضمن تحالف بيارق الخير تيارات مدنية، وأيضا هناك تيار اسمه بلاد العربي أوطاني، وأيضا لدينا أيضا منظمات معانا، منظمات يعني حقوقية أو منظمات يعني رجال ناشطة أعمال ناشطة نعم. وأيضا جرح الحرب، جرح الجيش العراقي أيضا معنا، ولديهم مرشحين ضمن قائمتنا في بغداد والمحافظات. طيب خلنا أسأل ست هدى أيضا، هم أعيد السؤال نفسه حقيقة، لأنه هو هذا برنامج دعاية لكم. أولوية ما أعرف عند حضرتك أو عند الكتلة تنتمي لها؟ بالتأكيد يعني إحنا يعني تيار الحكمة يعد ربما من التيارات التي دشنت مسألة البرامج الانتخابية وقياس مدى تنفيذ البرامج الانتخابية من الانتخابات السابقة. هذه المرة باعتبار أنه الإشكالية أصبحت جدا كبيرة وواسعة، والمجتمع نعتقد أنه لم يعد يعني يتحمل أن يطرح برامج فيها الكثير من الشعارات وربما حتى الكثير من التفاصيل التي لا يستشعر بها المواطن. لهذا هذه المرة دشنا برنامج رقمي يعني مثبت بالمتى والأين والكيف على مدى 4 سنوات، وحتى يعني قلنا أن واحدة يعني من وضعتم جداول زمنية، جداول زمني لإنجاز جداول زمنية، واخترنا 5 أولويات. هذه الخمس أولويات نعتقد أنه هذه الأولويات يجب أن تكون يعني يكون العمل عليها خلال 4 سنوات القادمة. وقلنا أنه هذه الأولويات يجب أن تكون، حتى هذه الأولويات تقسم ما هو الذي من الممكن أن يحرز في السنة الأولى أو في يعني السنة العناوين العامة، باعتبار لن يكون هناك تفويض ل4 سنوات كاملة، بقدر ما العناوين العامة مثل ما قلت ركزنا على 5 أولويات. طبعا باعتبار انه يعني البرلمان او الكتلة النيابية سوف يكون يعني بالدرجة الاساس عملها تشريعي، بالتالي مجموعة من التشريعات نعتقدها من امهات القوانين او هي التي عطلت كثير من القضايا في العراق وحسمها، فحددنا مجموعة من القوانين التي نعتقد بال4 سنوات القادمة من الممكن ان ندفع باتجاه تشريعها. الأولوية الاهم نعتقدها بالمجتمع العراقي هي الأولوية الاقتصادية. المجتمع اليوم فيه اختناقات اقتصادية، فيه مجموعة من الأجيال كاملة هي تبحث عن فرصة العمل، الدولة غير قادرة حاليا وربما حتى بسبب قيود صندوق النقد الدولي، البنك الدولي غير قادر على التوظيف على اعتبار أنه أصلا احنا نعاني من بطالة، بالتالي لن نستطيع أن نبني اقتصاد حقيقي ما لم يكون هناك قطاعات رديفة للدولة، وهي القطاع المختلط والقطاع الاقتصادي. هذا طبعا بناء القطاع الخاص، القطاع الخاص عفوا المختلط والخاص، طبعا بناء قطاع خاص، بناء صناعة وطنية، بناء صناعة وطنية بالتأكيد تحتاج مجموعة من الاشتراطات والبيئة يعني البيئة التي توفر الاتجاه الذهاب بهذا الاتجاه، بناء صناعة وطنية ربما لا أعرف إذا كان يعني وقت البرنامج يسمح أن نتحدث بتفاصيل، لكن هذا ما نقول أنه يعني برنامجنا يقوم على أساس توفير ما لا يقل عن 500,000 فرصة عمل للشباب، على اعتبار أنه يعني هم طاقات يعني برنامجنا قائم على الشباب، وإذا لم يكن للشباب مردود اقتصادي لن يستطيع الاستفادة منه ومن خبراته الموجودة في داخل المجتمع. هو تعيينات ماكو حتى بهاي الميزانية الجديدة لعمل بالتأكيد المجتمع. وحتى يعني حتى مع هذا التقشف يعني فك الارتباط بالقطاع العام للدولة حتى يعني هناك فرص يعني عمل جديدة للشباب، يعني مثلا في وزارة الصناعة في وزارة التجارة هناك الكثير من المعامل المتوقفة، من الممكن أن يتم فيها فتح باب الاستثمار بالقطاع المختلط أو القطاع الخاص. هذه سوف تعيد إنتاج هذه يعني سوف تعيد إنتاج هذه المعامل، هذه الصناعة الوطنية، لكن بالتأكيد حتى تبني صناعة وطنية يجب أن توفر لها اشتراطات الحماية. خلنا ناخذ القوانين يعني العناوين العامة وبعدين ندخل بالتفاصيل. الجانب الاقتصادي عندنا ساعة كاملة بعد. الجانب الاجتماعي على اعتبار أنه جزء أيضا يعني
من المفترض أن يكون من مهمات البرلمان العراقي حتى من مهمات الكيانات السياسية هي ترسيخ الثقافة المجتمعية، ثقافة المواطن، وهذه الأمور الكثيرة من السلبيات الموجودة في داخل المجتمع. برنامجنا أو الأولوية السياسية هي برنامج الذي يعني طرحناه منذ أكثر من سنة أو سنتين وننادي به، هو برنامج الأغلبية الوطنية، تشكيل الحكومة، شكل الحكومة يقوم على أولوية سياسية الأغلبية الوطنية. عندكم مثلا مرشحين من مكونات أخرى، من أديان أخرى، من مذاهب أخرى؟ نعم، 25% من كل تيار الحكمة. في طبعا احنا نزلنا ب 16 محافظة عراقية، 25% من مرشحين هم من المكونات الأخرى، من المكون السني والتركماني وحتى المكون المسيحي. 25% بالضبط هم من خارج يعني من المكونات الأخرى التي تختلف عن ربما اللون الذي عرف به تيار الحكمة في وقت سابق. ايضا طيب. 90% سالت عن وجوه جديده، 90% من يعني من المرشحين هم من الوجوه الجديده، على اعتبار انه احنا نعتقد يعني بعض الوجوه التي كانت لتيار الحكمه قدمت نماذج ناجحه، مثل الاستاذ عبد الحسين عبطان اللي يصنف كانجح الوزراء في كابينه السيد العبادي، بالتالي اعطينا فرصه لبعض الاشخاص الذين لديهم تجارب نجاح، و90% كانت الوجوه الجديده. الكتل العابره الكثير من يعني القوائم الجديده تبنت هذه القضيه، واعتقد سائرون احدهم ايضا تبنيتوا قضيه الكتله العابره وقضيه الاصلاح. نعم. هذه هي الاولويه عندكم؟ اكيد، هو مشروعنا مشروع وطني عابر للطائفيه قبل كل شيء. نعم. بنى على اساسيات وضعتها كافه القوى التي تم الاتفاق عليها مع الاخوه في الحزب الشيوعي، التيار المدني، الدوله العادله، انه هدفنا هو هدفنا واحد، هدفنا هو العراق قبل كل شيء. بس عند التفصيل، احيانا يقولون يعني الاستقامه اللي حضرتك عضو بها، نعم، هي تابعه للتيار الصدري ام تابعه للسيد مقتدى فقط؟ لا، حقيقه هي مدعومه من قبل التيار الصدري، كونها كتله تابعه يعني حقيقه بعيده عن التكتلات الطائفيه، وفي نفس الوقت من الناس التكنقراط. نعم. نسبة الجدد اللي عندكم؟ نسبة الجدد عندنا 99.9 حقيقة، بس الدكتورة السيدة ماجدة التميم هي، وكان يعني حقيقة احنا متميزين بهاي القوام انه كانت هي تسلسلها رقم واحد. هي الوحيدة اللي هي من نائبة سابقة؟ نعم. أها. نعم نعم. ها يمكن أكثر من غيركم انتم في حالة؟ لا لا، احنا أيضا نفس الشيء. نعم. اي. طيب. نعم. إذا ما أعرف، أنت جديد. نعم. كم ألقى الأداء النيابي السابق اللي شابه بعض السلبيات عليكم أنتم كمرشحين جدد؟ حقيقة تشوفك نظرة سلبية أنه أكيد أكيد البرلمان السابق أيضا شرع قانون مجلس النواب اللي خصص به امتيازات إليه، فكأنه اللي يجي الآن مو لخدمة عامة وإنما بحثا عن امتيازات، هل أثر عليكم الأداء؟ أكيد هذا الشيء أثر سلبي علينا بصورة كبيرة جدا. أثناء لقاءاتنا مع الناس وندواتنا نشوف حقيقة الناس عندها إحباط جدا قوي، واغلب الناس ما رايحه محثه وما مستلمه بطايقها. اسبابها التدني اللي اصاب مجلس النواب، المهاترات السياسيه والطائفيه ادت الى انه المواطن ما عنده استعداد بالرغبه. هذا الشيء اثر سلبي علينا، الناس فقدت الثقه بينا بالسياسيين. تلاحظوها هاي من تجولون اكيد نتجول قاعد نشوف الناس. وين المشكلة؟ المشكلة يقول أنت هم نفس الحالة، هو هم إجان وهم قاعد وياي، ورا ما صار نائب أنت بعد قفل التلفونات وشلت من المنطقة. هذا الشيء إحنا ما موجود عندنا حقيقة، إحنا أكو أخطاء هم أخطأوا، إحنا ما عندنا استعداد نخطأها وراح نتعلم هاي أخطائهم. أكو أمور إحنا اتفقنا عليها، مكان سكننا ووضعنا باقي هو نفس، إذا الله وفقنا إحنا باقيين، تلفوناتنا باقي نفسه. يعني ما راح تنتقلوا المنطقة الخضراء؟ لا أكيد. وفندق الرشيد؟ لا أكيد، هذا عهد عهد، ويعني إن شاء الله باقين. نها. ليش اختارت هذه القائمة؟ ليش مو قائمة أخرى؟ حقيقة ائتلاف سارون هو ائتلاف مثل ما قلت لك هو عابر للطائف، منفتح مع الجميع. نعم. أهدافه وبشكل أساسي هو بناء دولة مدنية ديمقراطية وتشكيل مجلس نواب ذو كفاءة عالية ونزيهة، يتمتع بكل الصفات الشفافية، يأخذ دوره
التشريعي والرقابي بصورة أساسية. هو احنا نتمنى انه يعني النواب اللي بترشحون سابقا او حاليا انه يفهم انه دوره تشريعي ورقابي ومو تنفيذي. هو هذا بعض الوعود هي وعود تنفيذية وكأنه رئيس وزراء رأسه باحث. وهذا الشيء هو اثر علينا. اكمل وياك عند الفاصل الاول كما تعرفون سياق البرنامج، وارجع اكمل وياك ويمكن اسالك على قضية انه يمكن انت اختارت هذه القائمة لانه التيار الصدري عنده جمهور ثابت فمقاعدهم تقريبا ثابتة، فاللي يدخل ضامن هو يفوز. بس راح جاوبنا على هذا السؤال ولكن بعد الوقفة الأولى مشاهدنا. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج وحديثنا متواصل بصدد البرامج الانتخابية للمرشحين. وأبقى وياك أستاذ أمجد. وسألتك قبل الفاصل أنه يمكن أنت اختارت قائمة سائرون لأنه جمهور التيار الصدري هو جمهور ثابت تقريبا، وهناك طاعة كبيرة لزعيم التيار الصدري، ويمكن من يدخل هذه القائمة يضمن سلفا أنه سيحصل على مقعد برلماني. هل هذا صحيح الكلام؟ حقيقة الجمهور الصدري جمهور واعي ومثقف، وأصواته حقيقة ثمينة جدا، يعرف إلى أين يذهب، وخصوصا سماحة السيد أوعز إلى الجمهور بيان أنه ضمان المرشح. تعرف الناس سبق أن تكلمنا بالسؤال السابق أنه الناس عندها إحباط، لذلك سماحة السيد نزل بيان ضمان لهذا النائب لكي الناس حقيقة ما بعد توثق بينا. يعني هذا الشيء كله أثر سلب علينا إحنا المرشحين الجدد. لذلك كان من ضمن الضمان أنه يبقى مكان سكنه حاليا، تلفونه ما يبدله، بالإضافة إلى القصقوصة موجودة. نعم. ما يتزوج مرة ثانية يجوز؟ ما يتزوج مرة ثانية مثل ما سوى البعض؟ لا هذا مو صارت هالقضية. نعم. خلص سلسلة هذا ونخليها مو شرط حسب الوقت، لأنه خلنا نتداول الحديث يكون يعني بعد دخلنا بالتفاصيل. أنتم أيضا دخلتوا التيار الحكمة ليس حبا في الحكمة، وإنما هذه الأحزاب كانت يعني شغلت بالسلطة زمن طويل، وبالتالي عينت كثير من الناس في مناصب، وبالتالي التهديد الموجه لهم أنتم ترى إذا ما انتخبتونا يجي غيرنا ويطلعكم من المنصب. فأنتم أيضا من يدخل هذه التيارات القديمة هو ضامن أن ينتخب، لأنه كل واحد كل شخص معين كذا واحد، هذول عندهم عوائل وصح له لا ضامن يجي كذا ألف صوت. يعني اولا يعني تيار الحكمه لأنه صارت مدير عام وكيل وزاره. لا تيار الحكمه من التيارات القديمه، تعرف انه احنا يعني ما صار سنه على يعني على تشكيل تيار الحكمه بعد انفصالنا من المجلس، وواقعا انه اغلب المناصب واغلب الامور قد تكون ذهب يعني بقيت بالمجلس الاعلى واصحاب المناصب. اثنين يعني عندكم اعضاء مجالس محافظات، عندكم وكلاء وزارات. بالتاكيد لا بالتاكيد، يعني من اختار البقاء معناه تعرف انه يعني عضو مجلس المحافظه او عضو البرلمان بقاء في منصبه مرهون بالانتخابات، والانتخابات تعني الصوت والنزول للمواطنين والتنافس في ظل 138 مرشح. يعني على الاقل اتحدث عن تجربه بغداد. صراحه قد اني تجربتي ليش اختارت الحكمه، قد ما اكون يعني الان دخلت لتيار الحكمه او الان اختارتها، لكن اعتقد انه اني ككفاءة عراقية يعني بعد شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد، المكان يمكن الوحيد اللي هسه قد تكون يعني هناك فرص في أحزاب يعني في كيانات أو أحزاب أخرى، لكن أعتقد المكان الحقيقي اللي يعطي فرصة للشباب ويمكنهم كان تيار الحكمة فعلا. نعم. يعني كان دخولنا به يعني الشعارات التي كان يرفعها سيد عمار الحكيم وجدنا لها مصداق، على اعتبار في ظل سنوات يعني قليلة من الممكن أن الشاب الكفو يأخذ مكانته، بالتالي أيديولوجيتكم شو الآن؟ ما هي الأيديولوجيا؟ أنتم شنو تيار مدني؟ أنتم خرجتم من عباءة الإسلام السياسي، بعدكم بالإسلام السياسي؟ طبعاً ما هي هوية تيار الحكمة؟ هو تيار الحكمة الوطني، بالتالي تيار وطني هو يضم كل يعني ليس مغلق على فئة معينة أو مجموعة معينة، وإنما هو يضم كل التوجهات والمبادئ الموجودة في العراق. مرة نقول إنه التيار الإسلامي، ما هي هوية التيار الإسلامي؟ يعني حتى الأخوة اليوم في التيار الصدري أيضا ترأسهم عمامة، فالمشكلة إنه حتى أغلب يعني قد الإسلام السياسي قد لا يكون الجميع يعني قد يكون فهمه بشكل كبير. سيد عمار الحكيم حتى عندما كان في داخل المجلس
الأعلى عندما كنا ننادي وعندما يكون لدينا برنامج للدولة فهو البرنامج المدني. صراحة أكو خلط فعلا يعني قد لا يكون واضح المعالم، يعني قد الأخوة في التيار المدني يعتقدون أنهم فقط من يرفعون هذا الشعار، ولكن الدستور اللي كتب هو الدستور بأغلبه طبعا كتبه قد يكون الأغلب هي الأحزاب الإسلامية والأحزاب المصنفة على التيارات الإسلامية، لكن هو الذي رسخ لمبدأ المواطنة، مبدأ حفظ المكونات مع الأسف التي ترجمت بشكل ربما يعني المبدأ كان صحيح ولكن التطبيق كان خاطئ عندما ترجمت إلى محاصصة، وإنما كان المبدأ هو حفظ هذه المكونات التي يعتقد بأنها هي أساس التنوع الموجود في الداخل العراقي. بالتالي تيار الحكمة اليوم ينطلق من هذا المبدأ، حتى عندما اخترنا مرشحينا يمكن إحنا لأول مرة بتاريخنا ندخل بمحافظات، يمكن المحافظات الغربية لدينا في الأنبار وفي الموصل وحتى في السليمانية، اليوم لدينا قائمة وقوائمنا من هذه المحافظات، هم ما رحنا جبنا من يعني من غير محافظة أو جبنا من كياناتنا ورحنا زرعناهم بالمحافظة مثل يعني قد بعض الكيانات تجي، لا من نفس هذول الأشخاص اللي أنت مولي تيار الحكمة بداخل محافظة. من يمول الحملات الانتخابية؟ شوف احنا يعني اللي يعرف انه كل مرشح اللي ما متحزب ممكن 10 ملايين على الاقل تكلف حملته الانتخابيه، والمتحزب يمكن 25 مليون. هسه هذه يعني عمليا احنا تمنح من الكتله. عمليا احنا هذه يعني هذه الانتخابات رفعنا شعار انه تيار الحكمه لن ينزل كتيار حكمه، حتى هذه الفليكسات اللي هي جزء من عتها وتشويه لمنظر يعني البلد، خصوصا انه بكل الاماكن العامه والحدائق تتحول كلها الى يعني صور للمرشحين، والامر الثاني يعرف الجميع التكلفه الماديه لهذه الفليكسات ولهذه الصور. بالتالي نحن كتيار حكمه اخذنا على عاتقنا انه لن ننزل باي دعايه انتخابيه كتيار حكمه، وإنما تركنا للمرشحين الموجودين في داخل القائمة حرية الترويج لأنفسهم بالطريقة التي يعتقدونها، وأيضا يعني عوضنا عنها أنه هذه المرة ربما الشعب العراقي هو الأكثر يعني حضورا في السوشيال ميديا في هذه الأمور، هناك يعني تكون دعايتنا الحقيقية أفضل مما نذهب ولكي نشوه. قبل لا أسأل الأستاذ محمد خلهم أرجع للأستاذ أمجد، استثمرتوا الآن في الدعاية مثلا مواقع التواصل الاجتماعي يعني أم التمويل من أنصاركم؟ نعم. أم الدعاية الإعلامية بالتلفاز بغيرها؟ على ماذا اعتمدتم أساسا؟ نعم، اعتمدنا حقيقة على جميع المواقع الاجتماعية، يعني بدينا كترويج، بس هذا الشيء شخصي. إحنا مثل السؤال تفضل سألت الدكتورة، نعم، أنه أكو فد مبالغ تأخذونه من حزبك أو من قامتك، هذا الشيء ما موجود عندنا إحنا. نعم. يعني الفلكسات والطباعة يعني هو فد شيء بسيط، احنا مو ذيك الإمكانية، مو مثل إمكانية اللي الناس الموجودين حاليا بالدولة هم بالبرلمان أو بالرئاسات الثلاثة. نعم. تشوف الدعاية الانتخابية ما شاء الله مات يعني قوية جدا، لأنها يحتاج لها أموال طائلة مثل ما تفضلت الدكتورة. نعم. احنا دعاياتنا فد شيء بسيط هو التواصل الاجتماعي. أشوف أنا فوق العمارات للزعماء الحركات، هذا يعني هذا فد شيء مكلف جدا، يعني ما شاء الله يعني بشكل الإخراج جيد والصورة حلوة، احنا هذا الشيء أصدقائنا محبين أقاربنا هم دعايتنا الانتخابية. نعم. هم اللي قاعد يساعدون مثلا بالملصقات بالجداريات، هم مجانا بدون أي تكلفة مادية يعني حقيقة. نعم. طيب أستاذ محمد، البرامج الانتخابية بشكل عام هل هناك فرق ايديولوجي واضح فكري؟ مثلا واحد يقول انا اتبنى النظام الرأسمالي، واحد يقول انا اتبنى النظام الاشتراكي، او مثلا انا تيار عروبي، او انا تيار ديني واضح. ليش يعني التيار الديني ما يكون له مكان؟ انا شو مدى الناس اللي ننتقي بهم يقول لك شو انا مدى افرق، وشنو فرق هذا عن هذا؟ طبعا الكلام عام وانشائي ولطيف وكذا، بس ما قاعد القى هوية واضحة للاحزاب ما عدا استثناءات بسيطة. طبعا تعرف كان البلد يقاد بثلاثة كيانات سياسية: التحالف الوطني والعراقية والكردستاني. نعم. هذه تجطد بعد أن فشلت الأحزاب الإسلامية في تمثيل أو يعني تقديم الشيء للبلد، وأوصلوا البلد إلى رقم 3 بالعالم بالفساد. بعد هذا بدأ الجمهور ينبذهم، وخاصة في 2011 25/2/2011 دول الناس يخافون الله شو يعني محتب على الأحزاب الإسلامية. لا ما متحالفين مع الإسلامي أبدا، ما نتحالف. ليش العبادي على من يصنف حزب الدعوة؟ لا ما مصنف، هو ما نزلوا حزب الدعوة بكيانهم، نزلوا بمستقلين شخصيات. يعني النصر سيد العبادي شكل قائمة النصر
بعيدا عن حزب الدعوة. استقال من حزب الدعوة؟ نعم. استقال من حزب الدعوة؟ احنا ما لي شغله. سؤال استقال من حزب الدعوة؟ لا انا ما لي شغله بالاستقال. استقال هو من لا انا ما لي شغله بالاستقال او ما استقال، ولكن ما نزل باسم حزب، لو نازل باسم ما نزل وياه، ولا باسم الحزب الاسلامي انزل معه. لا انا نزلت بشخص السيد العبادي باعتبار انه جاء في تلك الفتره اتفاق فكري وسياسي على الموضوع. هو من حزبه ولا هو تمام ولا خارج حزبه. لا هو تقريبا هي هذه التحالفات صارت على اساس شخصيات تعتبر، هل هي تعتبر يعني وطنية أم لا؟ ماذا قدمت في الفترة السابقة؟ ثم بعد ذلك تم الاتفاق مع شخصية الدكتور حيدر العبادي في محافظة واحدة، ثم بعد ذلك يعني نزلنا في قائمة وحدنا مع تيارات مدنية باعتبار إحنا تيار وطني جديد، حزب جديد، ويرأسها دكتور خالد العبيدي اللي ظهر ويعني ظهر ببطولة في استجوابه بمجلس النواب رغم إقالته من قبل مجلس النواب، ولكن هو استمر بهذا النهج ولديه جمهور كبير في كثير من المحافظات. وبالتالي سمعنا أنه ممكن يكون مشمول بالمساءلة والعدالة أو شيء من هذا القبيل. طبعا هم حاولوا معه في أكثر من مرة، ثلاثة مرات، ولكن هو عندما يذهب إلى المحكمة يعني هي مسألة سياسية ومعروفة. والآن هو رئيس قائمة النصر في الموصل، ونحن كحزب يعني برعايته سابقاً في خمس محافظات. سابقاً أستاذ محمد، ممكن أنه مثلاً واحد من تحالف الوطن يروح يقول يابا هذا مشمول بالمساءلة والعدالة، ولكن واحد من الموصل أو من الأنبار يروح على واحد من الموصل يقول يابا هذا مشمول بالمساءلة والعدالة؟ لا يعني كانت الرفض اللي موجود هو في مناطقكم لهذا القانون. لا هو بس بحكم المناسبة المنافسة الانتخابية بدأ من الموصل يروح على واحد من الموصل يقول والله هذا بعثي. هو أغلب اللي ما المفارقة صارت له. لا أغلب هذه الأمور صارت تسقيط سياسي، وأيضا هو إبعاد بعض المنافسين الأحزاب اللي الفاشلة اللي حكمت البلد. فبالتالي الأحزاب الجديدة اللي لديها حضور لديها أعداء أكيد يعني. فمن ضمن الأعداء اللي لدينا يعني لبيارق الخير هي الأحزاب الفاشلة اللي استطاعت إبعاد. شنو أشكال التسقيط السياسي اللي مورست؟ وإحنا كل إحنا نتابع الآن ونشوف. ما أنا ما أعرف لما واحد يعني يتهم باتهامات معينة لا يدافع عن نفسه ولا يعني يروح يرفع دعوة ضد هذه الجهة اللي دشوه صورته عبر أخبار مفبركة، عبر معلومات غير مغربلة. لماذا يسكت هو أصلاً المتهم بهذه القضية؟ تمام، بسبب الفوضى في الإعلام، بعض الإعلام غير معلوم يعني تظهر بدعايات وبتوجيه من جهات يعني معروفة ولكن لا باسمها، لذلك أنت ما تستطيع أن يعني تقيم دعوة على الجهة باعتبار هي جهة غير معلومة، وخاصة في موضوع التواصل الاجتماعي. إيه؟ الآن يعني أنت تقدر تنزل بعشرات الأسماء الوهمية ثم بعد ذلك تشوه حشاك يعني تشوه المقابل أو الخصم، ثم بعد ذلك أنت ما تقدر تقوم، الخصم ما يقدر يقوم عليك بأي شيء، ما عليك أي مستمسك. أنت عندك موقع رسمي، ما عليك ما تطلع من الموقع الرسمي، يطلع من مواقع وهمية. هذه المواقع الوهمية ليست لها أساس، وبالتالي لا تستطيع أن تلزم عليها حجة في القضاء أو في موضوع الإعلام وتشويه الصورة. طيب بالنسبة لكم تيار سائرون، لمستوا أنه ولو ما باقي يمكن دقيقة عندي بس ممكن نكمل أيضا بالجزء الثالث، بس لمستوا هذه القضية، قضية التسقيط الانتخابي حقيقة، وشنو أشكالها اللي لمستوها يعني تشويه عبر السوشيال ميديا بس دعايات يعني فبرك وين بالضبط؟ أكثر الأسئلة يتم التساؤل عنها بطريقة يعني أو أخرى، شو عجب جاكم على الحزب الشيوعي؟ جاكم على التارمي؟ لا بالعكس، أهدافنا هي أهدافنا وحدة، وأفكارنا أفكار متقاربة بيناتنا، أخوة أعزاء معانا مع الجميع، إحنا قريبين. كان يطرح هذا السؤال يعني أتمنى تجاوبنا عليه بعد الفاصل حقيقة. قضية التحالف في الحزب الشيوعي مع الأحزاب الإسلامية أثناء المعارضة، لماذا هناك حلال وهنا حرام صار؟ نتحدث عن هذا الموضوع ولكن بعد هذه الوقت مشاهدينا.
أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج، وحديثنا مستمر بالصدد برامج المرشحين للانتخابات النيابية. وأبقى يا أستاذ أمجد، سألتك عن أشكال التسقيط الآن تمارس بحق بعض الكتل أو متبادلة هي القضية، وليس لا تقتصر على كتلة واحدة. أكثر الحديث مثل ما تفضلت وقلت لك أنه هو كيف أو إيش جابكم على الحزب الشيوعي أو الدولة العادلة، التيار المدني، الحزب الجمهوري. حقيقة توجهاتنا حاليا، التوجهات هي كلها تصب في مكان واحد، أهدافنا وأفكارنا هي في مكان واحد، أنه خدمة العراق لا غير، إخراج الوطن إلى بر الأمان. نعم، هاي أهدافنا. هذا قاعدين حكي سؤال قاعدين حكي هواي وتكرر. المظاهرات الاحتجاجية اللي صارت، نعم، المظاهرات، الاعتصامات، نعم، كان يمكن مطلبها الأساسي اللي اعتمدتوا عليه هو الإصلاح. نعم، الإصلاح يبدأ من بالنسبة لكم كأولوية؟ نصلح ماذا؟ المؤسسة التشريعية، الأمنية، القضائية؟ الكل يحتاج إصلاح، هذا كله موجود ببرنامجنا. نعم، حقيقة كل الأخوة اللي ائتلفنا وياهم هم موجودين وحاضرين بالاحتجاجات. كل اللي إصلاح اللي يعني كان مسجل ومكتوب عندنا هو كله من داخل المجتمع العراقي، ما قاعد ورا ميزان وقاعد اكتب انه انا باكر ايش راح اسوي، لا هذا الحكي كله احنا عايشين بمناطق شعبيه حقيقه ومعانين ما معانين، وقاعد نسمع وقاعد نشوف كل الحكي قدامنا وعلى على كل الاذاعات قاعد نسمع ونشوف. هذا الشيء احنا ما قابلين عليه نهائيا. نعم، اهدافنا هي اهداف واحده، هي اصلاحيه جذريه لكل مؤسسات ما يواجهكم ايضا السؤال انه بعض رموز التيار الصدري اللي تبوأوا مناصب تنفيذية أيضا كانوا عرضة للاتهامات بالفساد أو بهدر المال العام أو بعدم الكفاءة أحيانا أو التقصير، مو شرط أنه يكون هو فاسد يعني. ما واجهتكم هذه القضية؟ فكيف أنتم من أسهمتم في صنع هذا السلطة الموجودة؟ واجهتنا هاي تساؤلات عديدة، شنو اللي سويته، فلان ليش ما سوى، فلان ليش ما سوى. حقيقة المجلس النواب السابق القائمة القليلة أو الصغيرة ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تقدم يعني أي شيء. دائما القوائم اللي أكثر واللي أغلب هي صاحبة القرار وصاحبة والتصويت دائما يصير صالحة. طبعا نعم، هذا الشيء موجود هو. الآن حتى تتجاوزون هذا المأزق، نعم، من الأقرب لكم بالتحالف بعد الانتخابات في حال حصلتوا على مقاعد؟ كل القوائم التي هدفها مثل هدفنا هو خدمة العراق وإخراج العراق من من النبرة الطائفية والسياسية، احنا بالنسبة لنا مستعدين ان ائتلف وياها وتكون قريبة علينا جدا. ترجيحات تقول بينكم تحالف السيد العبادي، تحالف النصر؟ مو شرط، هو الأقرب. مو شرط، مو شرط، مو شرط. نعم، طيب مع من تتحالفون؟ ما تقول تتحالفون ويا دولة القانون يعني هذا محال، هذا محال، ضرب من المحال. مو شرطين. اي نعم، يمكن يشقون وبعدين يأتلفون وياكم يعني، لا بهيش حالة مخططين لها أنتم. حقيقة نحن نأتلف مع من نجد فيه رؤية حقيقية لخدمة العراق وأهله. طيب خلصها للأشكال التسقيط، أكيد تياركم الحكمة تعرض لهذا الموضوع، صح لولا؟ طبعا قد يكون تيار الحكمة أكثر التيارات التي تتعرض لتسقيط، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها. صراحة لهذا كنا إحنا من الداعين ربما حتى من يعني من فترات جدا يعني بعيدة حتى قبل الانتخابات بأشهر، دعينا إلى مسألة أن يكون هناك ميثاق يعني فيما بين الأحزاب والكيانات السياسية. وأنتم ما شاء الله أيضا يعني مثلا هسه أنا يعني أشوف مثلا مقرات الأحزاب، شلون نص الجادرية مثلا للتيار الحكمة ونص أبو نقاس روحوا شوفوا هنا قريب من نافش، فهي نص الجادرية للتيار الحكمة هاي، وأنت إعلامي هنا بالحرة وقاعد أول ما من أشوف قاعة كبرها قدها الاجتماعات التيار الحكمة منين أنا ما أقدر اشتري لمجتمع كل زين. خلينا نجي نسال سؤال، التيار او المجلس الاعلى عمليا احنا ما هذه البنايه اللي كانت موجوده هنا عمليا بقت للمجلس الاعلى، طلعنا منعتها لكن نتحدث عنها. فهي من لا خليك انا راح اقول لك انا راح اقول لك حتى من زمان بنايه موجوده، عماره من ضمن العمارات تابعه لمقر اليوم يا كيان او حزب سياسي، حتى الاحزاب السياسيه الجديده والصغيره واللي ما معروف مصادر تمويلها ايضا لديها مقرات. اثنين
بأكثر من مرة قلنا أنه هذه مسألة نص الجادرية، أعتقد أنه هذه مسألة يعني صراحة مضحكة للي يعرف الوضع. المربع اللي جالس به أو اللي موجود به السيد الحكيم والقاعة اللي موجودة، الجزء اللي يخص تيار الحكمة هو جزء موجود عقد إيجاب من الدولة من أمانة بغداد، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، أنا ما أريد أقول لك منه من التيارات والكيانات الأخرى اللي موجودين بالمربع اليوم. السيد هادي العامري مسؤول الفتح، هو اليوم أيضا بيته وبيت أولاده موجود بنفس المربع اللي موجود به السيد عمار الحكيم. إذن هو ليست حكر، وهو وقياداته وكثير من الشخصيات الموجودة الماسكة بالسلطة موجودين اليوم بهذا المربع، هم وعوائلهم. لكن هذه النظرة اللي مأخوذة على سماحة السيد عمار الحكيم، وهو هذا التسقيط اللي نتحدث عنه، أنه كلية لا تعالوا وممكن أنه إحنا حتى أنه نأخذكم لهذا المربع، يعني بيت منه بيوت الشخصيات المسؤولة اللي موجودين بهذا المربع، وراويك هذا التساؤل اللي موجود. فهذا التساؤل، هذا جزء من هذه النظرة، يعني جزء من هذا موجود عند الناس، واحنا من أنا تردد في طرح أسئلتهم حقيقة، حتى أنتم تصير لكم فرصة تردون. فإحنا مرة شو نقول؟ يعني مثلاً أنا أحزاب لديها قنوات تلفزيونية، وأنا أعرف ماذا يكلف التلفزيون، يعني كلف أموال طائلة، من حق الناس تقول هاي منين؟ شنو؟ نعم. بالتالي ايضا هناك مقرات لاحزاب اخرى مثل المقرات الموجوده في التلفزيون. لا سويتوا قناه؟ ما عندكم انتم؟ ما عندكم قناه؟ لا احنا حتى مقر ما عندنا، حتى مقر ما عندنا. لا احنا عندنا قناه الفرات الفضائيه، واحنا ما ننكرها، وقناه من القنوات العريقه اللي اشتغلنا عليها يمكن من 2003 ولحد الان، وهي قناه معروفه، وايضا هي قناه تضم خيرا مجموعه من الاعلاميين الذين يحترفون فعلا مساله الاعلام. ويمكن بالبدايه كان هناك رعايه، واعتقد القناه اصبحت بالفترة الأخيرة هي قادرة على تغطية نفقاتها من خلال الإعلام ومن خلال الإعلانات وكل هذه الأمور اللي معروفة عليكم الإعلاميين. اليوم إحنا نمتلك، لكن هو أغلب الأحزاب السياسية اللي موجودة قلت لك حتى الحديثة منعتها هي أيضا تمتلك. نمتلك نحن قناة واحدة فقط، وهذه القناة مثل ما قلت رافقتنا من 2003 لحد الآن. موضوعة الجادرية تحدثت لك عنها، موضوعة الجادرية وهي هذا جزء من حالة التسقيط الذي يتعرض له تيار الحكمة. وقلت ربما نحن من أكثر التيارات التي تعرض للتسقيط في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن نؤمن بأن هناك يعني في بعض الأحيان يعني عندما نمتلك يعني الأدوات القانونية نرد، لكن مثل ما تفضل الأستاذ هناك اليوم يعني نواجه مع الأسف مجموعة مما يسمى بالجيوش الإلكترونية. هذه الجيوش الإلكترونية تمتهن التسقيط بالخفاء، بالتالي أنت اللي يسقطك في وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن أشباح ومواقع قابلة للهدم بمجرد أن ينتشر الخبر أو ينتشر التسقيط. هذا جزء من عملية، ما زالت العملية السياسية في العراق هي تحتاج الكثير من العقلنة، تحتاج الكثير من الترشيد. لهذا كان حتى يمكن إحنا من أول الناس اللي دعينا لميثاق، هسا لا أعتقد هذا الميثاق سوف يسهم بالقضاء، لأنه ما زالت هناك تسقيط، ما زال هناك مع الأسف. نحن لا نتنافس على البرامج الانتخابية. أنت قلت اليوم، قلت أنه الناس ما تشوف أنه أكو برامج انتخابية، لأنه جل وسائل التواصل الاجتماعي ما تناقش البرامج. يعني يمكن هسه لو كثير من الناس تسألهم قرأت البرنامج السياسي للحزب، ما نقول لك لا ما قرأته. خلينا نصدد هذا الموضوع، تعرفين ليش وخلينا نتوجه، هذا مو لكم، لأنه أنتم جدد التسقيط اللي موجود على الكلام. خلينا ويا السابقين مو مع اللاحقين. أنت إذا تريد حقا أنه تقول يابا هذه التجربة اللي كانت ما حققت شيء، أشو ما تنتقدون لا أنفسكم ولا حركاتكم. أنا لا أقصد فقط أنت سالم محمد، لا أنا أقصد كل الحركات. لما نقول يا إحنا ندعو الإصلاح، طيب تعال أنت تجربتك نفسيتها الحزب الفلاني غير تنتقدها إلي، حتى أنا أتأكد بأنه أنت صادق في قضية الإصلاح، صادق في القضاء على الفساد والعنف والمحاصصة وغيرها من هذه الشعارات. يعني هو البلد كان في فوضى ومرحلة انتقالية، والأحزاب اللي حكمت يعني حقيقة يعني أغنت نفسها من خلال وزارات ومن خلال المال العام. نعم. يعني أنا ما أتصور يعني الآن الأحزاب اللي موجودة حتى من ضمنهم تيار الحكمة الآن لديهم مكاتب في بغداد يعني بعشرات المكاتب الموجودة المنتشرة، كل منطقة لديهم مكتب. يعني يعني حضرتك
تقررها يعني كيف؟ يعني لا انا اللي انا اللي بتعرف حكمه. انا دا اشوف دا اشوف انا دا اشوف وين دا تشوف؟ انا دا اشوف في كل مكان. وين في كل مكان؟ يا ريت تحدد لي هاي الاماكن يعني حتى اكون، لانه انا اللي عارف السياره راح اوديك واحد في الرصافه وواحد في الدار. وياي اوديك. واعتقد هذا على تيار من التيار الحكمه. لا مو بس تيار الحكمه، انا قلت التيارات القديمه كلها لديها مكاتب، مكاتب في كل مكان. يعني تعال هسه الفتح عندهم مكاتب في كل مكان، يعني كل التيارات القديمة لديها. هذا بسبب الفوضى اللي كانت موجودة وبسبب عدم وجود ضوابط للأحزاب. الآن إحنا الآن والله إحنا لدينا مكتب الآن، مكتب واحد في كل العراق، وهذا المكتب أيضا هدية من أحد المرشحين اللي ويانا. هو سوى لنا مكتب وقتي لحين يعني لحين الفوز بمقعد او اكثر، حتى تصير ضمن الاحزاب الفائزه، حتى الحكومه تدعمك ضمن قانون الاحزاب الجديد. نعم. تمام. اما اني تعال اشوف يعني من عندي عشرات المكاتب في العراق كله، هذا منين اجيبه؟ مثل ما تفضل قناه فضائيه ايش قد تكلفكم هسه قناه الحره العراق؟ احنا كلها نعرفها ترى، يعني احنا ما نريد المواطن الان هذا لذلك هذا ستودا برلمان يدعمون هذه المكاتب ويفتحونها. ماكو عضو مجلس نواب، ماكو عضو مجلس نواب الان يستطيع يفتح مكتب اذا صدق هو نزيه، ماكو، مستحيل، لانه هو اذا راتبه ما يكفي. تمام لو لا ايش قد ياخذ راتب وايش قد شغله بالنسبه للذهاب للمحافظات وكم سياره عنده حتى يصرف عليه وقود اذا ما كان مادي. اذا احنا حقيقة خلي نحكي الصراحة، خلي نقول للمشاهد لا. إحنا جايين هنا نصلح حتى حتى مجموعة الأحزاب اللي راح تحكم البلد، نحدد هذه الأمور. أنا قصدي هل نخليها ضمن ضوابط قانون الأحزاب؟ هل لاحظت بأنه هذه الأحزاب انتقدت نفسها حتى نكون أمام الناس هو صادق في عملية يقول أنا أريد أقضى على الفساد وأريد إصلاح وإلى آخره؟ أنا كنت في القائمة العراقية حتى أعرف البرنامج، يعني مو مجرد أطرح شعارات براقة وأيضا يعني إنشائية من هذا القبيل، ولكن عليه بساطة شديدة جدا حتى صدق أنا كمواطن. تمام. انتقد لي تجربتك السابقة، أقول يابا أنا هم غلطت. أنا بالنسبة لي كنت عضو في القائمة العراقية، ليس لدي حزب، كنت في قائمة موجودة. أنا هذه القائمة أقصد كل الحركات. نعم كل يعني. أنا أنتقد كل الحركات هسه. نعم. من ضمنهم القائمة العراقية الآن. إيه. يجب أن توضع ضوابط، وهذه الضوابط الآن موجودة. يجب أن أروح الفاصل وأرجع لك. نعم. صدق فاصل أخير مشاهدينا ونعود. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من البرنامج، وما زال حديثنا مع السادة الضيوف. لدينا سيدة واحدة هاي زينة حول قضية البرامج الانتخابية للكتل والقواعد. ثلاثة بواحد هيك محققيها. ما نسينا نسألك على الكتل النسائية بعد هاي على غير حلقات. سألتك قبل أثناء الفاصل أثناء الجزء الثالث حقيقة من البرنامج عن قضية هل انتقدت الكتل والأحزاب والحركات التي شاركت في العملية السياسية تجربتها السابقة حتى يصدق المواطن بأنه هي جادة في قضية محاربة الفساد، هدر المال العام، وقضية الإصلاح؟ يا ريت نقدر نصلح شوية. الإصلاح يشمل كل الأحزاب. يعني أنا أعطيك مثل، هناك مرشحين الآن، هم مرشحين يعني قبل شهر بدأوا بحملة دعائية بوضع بوسترات، هذه البوسترات عبارة عن تبريكات، وهذه التبريكات مفبركة، هي هم دي يسووها وينسبوها إلى عشائرها أو إلى جماهيرها. هذه بآلاف البوسترات، هذا منين جاب النائب هذا أو المرشح هذا؟ روح شوف القاعة. هذه راح تنشال ثم يضع من جديد، ثم تشوف الإعلانات بالتلفزيون ملايين الدولارات يصرف. هذا منين جابه؟ هو ما جابه من راتبه. إذن هناك خلل في العملية الحزبية أيضا. هناك دعم، ليس فقط دعم خارجي، قسم منهم دعم خارجي، يعني قسم منهم يعني هم سرقوا الحقيقة، هذا موجودة. ولكن نحن نقول إذا بدينا الآن، طالما إحنا ثلاثة مرشحين وريد جايين كأحزاب مصلحة، نقول كلنا نقول أحزاب مصلحة، ولكن يجب أن نبدأ أولا بالأحزاب اللي هي
بدأت من جديد، تيار الحكمة الآن بدأ من جديد. الأخت تقول هي كانت للمجلس الأعلى، تمام؟ إذا انتهى، أنت الآن لازم تبدين من جديد وتبينين للمواطن بأنه تيار الحكمة ليست لديها مكاتب كبيرة مثل ما كانت كان المجلس الإسلامي الأعلى، لا، مع أنه أنا صديقي وخلنا اتفق وياك أن المكاتب مشكلة حتى بعدين أنا أم فيها المكاتب مشكلة طبعا. المواطن اليوم ده يطلب من البرلماني مثل ما قالك وتعهد ده يكتب لبعض البرلمانيين أنه أنا أفتح لك مكان معلوم أنت تجي تشوفني بالأربع سنوات ولا أغلق تليفوني. فاليوم أنت ده ما عندك مكتب معلوم لكيان معين، شو تتواصل مع المواطنين؟ أكو تسمع أكو مكتب لمجلس النواب موجود في كل محافظة عزيز. أنا موجود في مجلس النواب، هل يستطيع المواطن البسيط أن يدخل الخضراء؟ لا مكتب مجلس النواب في كل محافظة موجود، مكاتب مهجورة ولا يستطيع. لا أنا من أروح لديالة موجودة مكتب مجلس النواب. النواب بغداد 69 نائب، مع الأقليات يصبحون 70. إذا من كتلة الحكمة 5 نواب اتفقوا على فتح مكتب ويكون هذا المكتب لنواب الحكمة لخدمة جمهورهم على الأقل، وهكذا التيار الذي ينتمي إليه الأخ، وهكذا التيار الصدري، وهكذا سائرون. ألن تكون هذه بالفعل مقرات لخدمة الناس؟ مو هذه طلبات الناس اللي موجودين؟ أنا إذا أذهب تعرف يعني التعهد اللي دننطي للناس شنو؟ التعهد أنه أفتح مكتب وهذا المكتب أنا أتواجد به شخصيا ولا أغير تليفوني ولا أغير مكان. هذه طلبات الناس. احنا مره الموازنه النائب الى مخصصات مكتب ما عندنا يا مكتب مرات في بعض الاماكن. احنا نتحدث عن قصور، لو بدنا نتحدث عن مقرات مجتمعات في اماكن شعبيه قد لا يتجاوز يعني سهم. اذا ردنا نتحدث بلغه الارقام قد لا يتجاوز الايجار 500، قد لا يعني لا يصل الى ارقام مثل مليون. وانت هذول الناس هم والموظفين اللي والضيافه منين ينطوا؟ إذا ماكو هو ماكو مخصصات، مستحيل نائب يجي يفتح مكتب إذا ما كان إلا مخصصات. يوجد مخصصات لمكتب كل نائب، وهذا يعني مبلغ جدا زهيد، لكن من الممكن أن يغطي. وما يطلب من النواب أنهم ممثلي الشعب أن يلتقوا بالشعب وأن تكون لهم مكاتب. وهذه ليست بدعة عراقية، كل البرلمانيين حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا لديهم مكاتب معلومة ولأحزابهم مكاتب معلومة يلتقون بها بالمواطنين ويلتقون بها. لا مكاتب للدولة، مكاتب خاصة. أنا أقول مكتب ألتقي به، أنا اليوم مرشحة من فئة معينة انطتني ثقتها من منطقة وعشيرة ومكان. هذول الناس كيف أقدر أن أتخصص من الدولة يا ستودا؟ ما تخصص، ما الدولة ما حد ينطيك 328 برلماني. لا من المستحيل الدولة، ميزانية الدولة تخصص لمكاتب. لا هم خصصوا مكتب لمجلس النواب لنواب المحافظة كلها، تروح هناك حتى لا يكون هناك إسراف. إذا ما إذا أنت ما منين تجيبين تفتحين مكتب إلا تبدين إيدش؟ أنت تتحدث عن مكاتب قصور ونحن نتحدث عن مكاتب حتى مكتب صغير بسيطة. حتى مكتب. ما أتفق وياك، ما اتفق وياك. أنا أخدم ناسي، وعدنا الناس من ضمن التعهدات اللي انطيناها أن تكون لدينا بيوتنا ومكاتبنا. بيوتنا إيه، بس ما نفتح مكتب ما نقدر. قد تكون بيوتنا نفسها أنه تعزل من عندها فتشي، بيوتنا تكون مكاتب مفتوحة للناس. كيف تتواصل مع الناس بعد الانتخابات؟ مو هي واحدة من المشاكل اللي نحن نعاني المرشحين الجدد من تروح تقنع ناس يقول لك هو وينه البرلماني؟ أشو من يفوز ثاني يوم يروح ترك محل سكنه وراح قاعد بالمنطقة الخضراء، وبعد إحنا اللي نشوفه تليفونه يتغير، كل هذه الأمور. هذه اللي احنا نحاول هسه الجيل الجديد او المرشحين الجدد نحاول انه نعطي نظريه او نطبق فشيء قد يختلف، نعيد الثقه للمواطن. كيف تعيد هذا ما انت تبقى متواجد بمنطقتك بضمن الناس اللي انتخبوهم؟ اذا ما مخصص ايش ستودا ما تقدرين انت اذا ما مخصص منين تجيبين؟ طيب احنا طلعنا من عباءه الزعيم السياسي استاذ امجد، ما زال ظل الزعيم هو المهيمن على الكتل القوائم الانتخابيه. نعم. الآن تجي تسجل لأي كتلة كبيرة راح لأصل الناس تقول لك منو الزعيم؟ نعم. أو الزعيم معروف سلف. نعم. تيار الحكمة سيد عمار الحك، الوطنية سيد عادل علام، منهم يعني حقيقة دولة القانون وغيرها وبقية. نعم. الكتل أيضا. قبل أيام أصدر بيان سماحة السيد مقتدى الصدر راد بي كل القوائم. نعم. ومشروحة كل القوائم، ما قال سارون، جميع القوائم. نعم. وراد الأسماء، قال على مود نوقف على مسافة واحدة مع الجميع، واللي ما يريد يدز المشروع مالته كيف هذا بقى الشيء براه. سماحة السيد يقف مع الجميع. نعم. مو فقط مع حزب الاستقامة ولا مع
التيار المدني او كل او تيار الحكمه، اي شخص تكنقراط يخدم اهله وناسه، يعني الشخص المناسب في المكان المناسب هو سيلقاد، يعني على مسافه واحده بيناتنا ان شاء الله. هل انتم على مسافه واحده بين ايران والسعوديه؟ حقيقه احنا علاقاتنا يجب ان تتطور مع الجميع. وأكيد أنت شفت الحملة اللي صارت بعد زيارات السيد زعيم التيار الصدري للدول العربية، رأساً اشتغلت قضية التشكيك. علاقتنا لازم تتقوى مع جميع الدول الجوار ومبنية على الأخوة حقيقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. أيضاً إحنا من قبل أي دولة تتدخل بشؤوننا الداخلية. نعم. وهذا الشيء واجب ومن ضمن أولوياتنا أنه لازم نقوي علاقاتنا بجميع دول الجوار. ما دفعت الثمن إزاء هاي محاولة التوازن إلى حد ما؟ تقفون يعني بالوسط بين هذه المحاور الإقليمية؟ أي حضر أستاذنا العزيز، أي قضية معينة أو ما انحسبتوا على جهة معينة في ظل هذا التجاذب والاستقطاب؟ لا، إحنا محسوبين وولائنا للوطن، الكل يعلم هذا الشيء. نعم. أي قضية سياسية يدخلون، يعني يريدون يدخلون بغير من غير باب، يدخلون باصطفافات. نعم. أي قضية تريد من الخصم المقابل نقعد بالحوار. نعم. ما عندنا أي مشكلة. علاقتنا بالسعودية علاقة طيبة ودولة وجارة، ومستعدين أنه يعني نتحاور لكي يعني شون اللي يريده إحنا فيما يخدم مصلحة العراق فوق الجميع. نعم. 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 إذا ما كان عدو، فإذا ما كان صديق فعلى الأقل يمكن لا تخلي عدو. أكيد. أسأل أيضا الزعيم. طبعا حتى نكون يعني جدا واقعيين باعتبار انه يعني استخدم تخصصي الاكاديمي العلوم السياسيه، الزعامه بالعراق طبعا بدينا 2003 كانت الزعامه هي يعني التي لديها الصدى الاكبر في تشكيل الحكومات في القياده، وكان لا يتصور مثلا ان تشكل حكومه في العراق بدون مجموعه معينه من الزعامات اللي موجوده. فهنا الزعامه تقول لي انتهت او ما انتهت، في جزء من عندها اقول لك انتهت. شنو الجزء اللي انتهى؟ الجزء اللي انتهى اليوم اغلب الكيانات السياسيه، يعني مثلا حتى اذا تحدثنا عن التحالف الوطني، اليوم التحالف الوطني حتى في داخل، يعني على الاقل نتحدث عن التجربه الاقرب لنا، التحالف الوطني نزل خمس قوائم موجودة في العراق. هذا الخمس قوائم من المستحيل أن تشكل جميعها المشهد القادم أو الحكومة القادمة. بالتالي هناك مجموعة من التحالف الوطني السابق سوف يكون بالحكومة، ومجموعة منا سوف يكون بالمعارضة. هذا بحد ذاته يعني اليوم هناك تقبل من الجمهور حتى من الزعامات أن تتشكل حكومة بدون وجود الاسم الفلاني أو الثيمة الفلانية، وإنما من الممكن أن يكون جزء منهم معارضة وجزء من عدهم في الحكومة. وأعتقد هذا تطور كبير في مسألة الزعامة. المسألة الثانية اللي بقت لحد الآن، ما زال المجتمع العراقي هو مجتمع يبحث عن القوي، يبحث يعني الذاكرة السياسية المرتبطة برئاسة الجمهورية بالشخص الأقوى ما زالت موجودة، يعني بدليل أنه حتى يعني انتخاب المواطن، حتى القوائم الكبرى الموجودة، حتى نحن في التحالفات عندما نذهب أغلبية حتى الأحزاب الجديدة هي تبحث عن غطاء قوي أو عن اسم من الممكن أن تحفظ فيها حقوقها. لأن تعرف القانون الانتخابي بحد ذاته لا يضمن لكل من يدخل العملية السياسية أن يترشح منها، بالتالي هناك عتبة، هذه العتبة يجب أن تحقق من خلال يعني مجموعة من المرشحين يكون بهم قوي، يكون بهم شخص معروف، تكون أو ما يسمى في داخل القوائم السياسية بالشخص المعروف الذي يحصل على عدد من الأصوات تكون رافعة لهذه القائمة لكي تتخطى العتبة ومن ثم تحصل على المقاعد. فنعم، في جزء من اليوم العقل الجمعي العراقي يتقبل أن تتشكل حكومة بدون زعامات معينة كان من المستحيل أن تتشكل الحكومة في ظلها، وفي جزء منه مو بس وحدكم، عندكم مكونات أخرى أيضا، وفي جزء من كورد تركمان، نعم، وفي جزء من لا زال هو يبحث عن الشخصية القوية. جزء من الشخصية العراقية ربما هي ليست فقط الزعامات وحتى تكوين المجتمع العراقي، هو أيضا يبحث عن القوة ويبحث عن ما عنده وقت حضرا لأنه قاطعيث، لأنه بلغنا ختام الحلقة. وبنهايتها أشكر ضيوفي الكرام السيد محمد الخالدي مرشح حزب بيارق الخير، والدكتورة هدى البهادلي مرشح تيار الحكمة، والسيد أمجد العقابي مرشح ائتلاف سائرون. والشكر لكم دائما مشاهدينا، راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. إلى اللقاء.